إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم بإذن الله حول الوثائق المطلوبة لجواز السفر المغربي. فغادي نشوفوا جواز السفر أشنو كيطلب بالنسبة للراشدين وكذلك للراشدين تحت الوصاية، بالإضافة للقاصرين أقل من 12 سنة. فكيف كتشاهدوا معنا، أولا الوثائق المطلوبة لإنجاز جواز السفر المغربي بالنسبة للراشدين. يتم إحضار استمارة جواز السفر المغربي وتعبئتها بالبيانات المطلوبة، ومن ثم يتم طبعها وتوقيعها وتأريخها من قبل مقدم الطلب. أي هذا الرشيد كيعمر استمارة ديال جواز السفر المغربي وكيطبعها وكيسينيها يوقعها ويدير فيها التاريخ. ثانيا تقدم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع مراعاة أن تكون سارية المفعول غير منتهية بطبيعة الحال، تكون الصلاحية ديالها مازال وتكون بيومتريك. عدد صور، صورتان شخصية لمقدم الطلب على أن تكون أمامية على خلفية فاتحة بمقياس 45 على 35. هنا مختبر التصوير عنده هذا العبار، هو اللي غادي يوجد لكم هذه الصور. ثانيا الوثائق المطلوبة لجواز السفر المغربي للراشدين تحت الوصاية. فمن بعد ما عرفنا الوثائق بالنسبة للراشدين، هذه المرة غنشوفوا الوثائق المطلوبة لجواز السفر المغربي للراشدين اللي هما تحت الوصاية. تاهما تقدم استمارة جواز السفر على أن تكون موقعة ومؤرخة من قبل النائب الشرعي، النائب الشرعي ديال هذا الشخص الرشيد اللي تحت الوصاية، هو اللي غادي يوقعها وغادي يسينيها. يتم تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية على أن تكون بطبيعة الحال سارية المفعول. عدد صور، صورتان أمامية لمقدم الطلب على خلفية فاتحة اللون. كذلك استوديو غادي يعطيكم الصورة المناسبة لجواز السفر المغربي. تقدم وثيقة تثبت صفة النائب الشرعي، وثيقة تثبت النائب الشرعي لهذا الراشد اللي تحت الوصاية، مع توضيح الصلة التي تربطه بالراشد الخاضع للولاية، اشنا هي الصلة اللي كتربطه به. ثالثا الوثائق المطلوبة لجواز السفر المغربي، هذه النوبة للقاصرين ما بين 12 و18 سنة. يتم تقديم استمارة جواز السفر على أن تكون موقعة ومؤرخة من طرف النائب الشرعي، النائب الشرعي ديال هذا القاصر. تقدم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بطبيعة الحال، صورتان فوتوغرافية على أن تكون مناسبة مع المواصفات السابقة الذكر، دوك لي ديمونسيون العبارات اللي عطيتكم اللي هما كيتكلف بهم المختبر التصوير. يتم تقديم وثيقة تثبت هوية والدي القاصر، وفي حالة ما إن كان الوالدان من أصل مغربي فهنا يتم تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية المغربية، هنا إذا كانوا الأبوين مغربيين. أما إن كان الوالدان من أصول غير مغربية فهنا يتم تقديم نسخة من بطاقة التسجيل بالمغرب أو نسخة من جواز السفر الخاص بهم. تقدم وثيقة لإثبات هوية النائب الشرعي والعلاقة التي تجمعه بالقاصر في حال غياب الوالدين. هنا غادي نشوفوا الوثائق المطلوبة لجواز السفر المغربي للقاصرين الأقل من 12 سنة. يتم تقديم استمارة جواز السفر مع مراعاة أن تكون موقعة ومؤرخة من طرف النائب الشرعي، يعني سيني من طرف النائب الشرعي وبتاريخ. تقدم نسخة مختصرة أو مكتملة من رسم الولادة كوبي انتيغال على أن لا يكون تاريخ الحصول عليها قد تجاوز مدة 3 أشهر، تكون مدش عليها 3 أشهر. يتم تقديم وثيقة تثبت عنوان محل إقامة للقاصر في حال ما إن كان لا يقطن مع والديه، مع مراعاة أن لا يكون قد تعدى هذه الوثيقة مدة 3 أشهر. صورتان فوتوغرافيتان أمامية لمقدم الطلب، وثيقة تثبت هوية والدي القاصر. يتم تقديم وثيقة تثبت هوية النائب الشرعي
والعلاقة التي تربطه بالقاصر في حالة غياب الوالدين. بالنسبة لخطوات جواز السفر المغربي، أولا شراء تنبر إلكتروني والذي يتم الحصول عليه من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المغربية من خلال الضغط على هذا الرابط، غنضغطوا عليه. هذا هو الرابط كيف كتشاهدوا معايا، هناك استمارة طلب جواز السفر، هنا الراشدون، أشخاص تحت الوصاية، القاصرون من 12 إلى 18 سنة، القاصرون أقل من 12 سنة، حنا غادي نمشيو الراشدون على سبيل المثال. معلومات خاصة بجواز السفر، هنايا انتبهوا معايا، فيما كتكون هاد النجمة باللون الأحمر فهاد لو شون كيكون أوبليغاتوار، هاد الخانة يجب ملؤها إجبارية. كود تامبر اللي غادي يجيك مي غتخلص، كود نيميرو سيان، بالنسبة لهاد الكود ديال تامبر هنا دايرين ليك لاطاي دوا إتخ، لاطاي دوا إتخ 16 كاركتير، سيكون فيها 16 كاركتير. نيميرو سيان هنا غنديرو على سبيل المثال، مثلا سيان لو نون، هادشي على سبيل المثال كندير الاسم ديالي، لو برينو عمر، كندير ماسكولين، دات نيسونس هي اوبليغاتوار كيف كتشاهدوا حداها النجمة باللون الأحمر، ليو دو نيسونس كازابلانكا، ماروك، هنا كيعطيك الاختيار إذا كان شي بلد آخر زيد فيه، نيميرو التليفون ماشي إجباري، لادغيس إيميل تا هي، ثم لادغيس بوستال، المدينة، كود بوستال ديالنا، لو بيي ماروك. هنا هاد كابتشا كنكتبها كيف كيعطيوها ليا باش يعرفوا بأنه ماشي روبو اللي كيعمر، سي إنسان اللي كيعمرها، وكندير تأكيد، أنا ما غاديش ندير تأكيد لأنه أنا عندي جواز السفر باش ما نصيبش شي معلومة ماشي هي هاديك، غادي بغيت نبين لكم طريقة ملء استمارة، فهي سهلة ومبسطة جدا. كود تامبر اللي غادي يعطوك من بعد ما تخلص، كود سيان، نيميرو سيان، لو نو اي لو برينو، تاريخ ازدياد، مكان ازدياد، نيميرو التليفون، لادريس ايميل اللي ما عندوش بلاش باش اوبليغاتوار في هذه الحاله، لادريس بوستال، مدينه، لو بيي، لو كود بوستال، وهاد الحروف كنكتبهم كيف عاطينهم ليا، تسماو كابتشا. غنرجعوا لاباج الاولى ديالنا، فمن بعد ما عمرنا يتم ملء استمارة جواز السفر المغربي بالبيانات المطلوبة اللي درنا دابا، بمجرد الانتهاء من ملء الاستمارة السابقة يتم تقديم طلب استخراج جواز السفر في الملحقة الإدارية اللي تابعة لك أو القيادة مقر سكن صاحب الطلب في حالة كان من المقيمين بالمغرب أو لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في حالة إقامته بالخارج، إذا كان خارج المغرب كيمشي البعثات الدبلوماسية القنصلية لاستخراج هذا جواز السفر، يتم الانتظار من 16 إلى 12 يوم، ومن ثم يتم التوجه إلى مصلحة جوازات لاستلام جواز السفر. كنتمنى أنني كنت في المستوى من أجل تقديم الوثائق المطلوبة لجواز السفر المغربي لجميع الحالات، القاصرين ثم الراشدين والراشدين تحت الوصاية، بالإضافة للأطفال أقل من 12 سنة، وطريقة ملء الاستمارة. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم عمر بغيف، رجاء وضع تعليق والضغط على زر الإعجاب والمشاركة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.